السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصدقائي الكرام، متابعينا في كل مكان، متابعين قناة Arabic Sketch Up. أهلا بكم في بالظبط كورس 90 دقيقة. كورس بنتحدى فيه اللي احنا في خلال 90 دقيقة هنقدر نشرح برنامج متكامل. طبعا في خلال ساعة وربع شرحنا برنامج الكاد كامل. النهاردة بالظبط هنحاول ان احنا نشرح برنامج السكتش في اقل من 90 دقيقة. تمام، يلا بينا. طبعا احنا هنتكلم، لو انت واحد اول مرة تفتح السكتش عايز تعمل سكتش على السريع تفهمه بحيث تعمل مشروع، فبرنامج السكتش من البرامج المميزة والبرامج السريعة انك تقدر تعمل يعني مشروع سريع كده، تمام، داخلي وخارجي. طبعا ما بيقدرش يعمل الاشكال الاورجانيك والعضويه والكلام ده الا ببلجنز معينه، بس بتكون تقيل عليه، فانا بستخدمه في مثلا مباني سكنيه، حاجات داخليه، لانه سريع. وبستخدمه مثلا تستخدم لو انت شغال، قصدي لو انت مثلا في طالب، انت كطالب ممكن تستخدمه في لحد مثلا تالت عمر. انا كنت عامل بيه مشروع الترم الاولاني بتاع رابع عمر. ما علينا في كل ده. سكتش من 2000 مثلا، وهنتكلم يعني في المدى الحديث دلوقتي، من 2015 لحد 2020 كان الشكل الاحمر اللي تحت ده شكل، بس اللوجو بتاعه يعني هو ما بيتغيرش داخليا. و2021 حبوا يعملوا تغيير ضخم، فكلنا اتفاجئنا بالتغيير، غيروا اللوجو، خلوه اللون الابيض اللي هو اللون ده بالظبط اللي ورا ده، الازرق ده. تمام. فلو فتحنا اي واحد فيهم بالظبط هو نفس يعني نفس الواجهه بتاعه كل حاجه. اوكي، نخلينا نشتغل مثلا على ديت. اول ما بتفتح عندك الشكل بتاعك بيظهر لك الشاشه ديت. الشاشه دي متقسمه فوق فايل اديت فيو بالظبط كده، كمان بار بتاعك، تحت ادوات الرسم بتاعتي، على اليمين بعض القوائم، دي قائمه يعني هنعرفها بس حاليا دلوقتي. ولكن اللي انا طالبه منك انك اول ما تفتح السكتش تدوس كليك يمين فوق، كليك يمين على الجزء ده، تختار حاجه اسمها لارج تول سيت عشان ادوات الرسم السريع معايا، وتعمل ويندو وبرفنسز اوكي وجنرال، ونخلي مثلا ده كل مثلا 20 دقيقه. ندخل على ويندو موديل انفو ونختار حاجه اسمها اليونت، نظبط نشوف اليونت بتاعنا لو شغال حاجه غير المتر نظبطها بالمتر او سنتيمتر حسب كل واحد. اوكي، نبدا باذن الله. اول حاجه دي قوائم الرسم والموديفاي معايا والمقاسات. هنا القائمه على اليمين بعض الاوامر اللي انا اعرف من خلالها الماتيريال اظبط الستايل بتاعي، اعمل سين معين، اعمل الشادو الظل بتاعي، اعمل الليرات بتاعتي. نتكلم بسم الله. اول حاجه القائمه اللي فوق، وهي قائمه فايل فيها طبعا نيو لو انا عايز اعمل ملف من اول وجديد اهو زي ما احنا شايفين، او اعمل نيو فروم تمبلت ده ان انا عامل مثلا واجهه خاص بيا، ان انا قفلت مثلا هنا قائمه الماتيريال وقفلت بعض القوائم وعملت حفظ مثلا لبعض الاشكال مثلا اللي فوق هنا زي مثلا ديت، او مثلا التاج خليتها معايا حاجات ثابته، ده يعتبر تمبلت ليا. اوكي، او اعمل اوبن ليا عشان اعمل خاطر اعمل اوبن لملف سكتش عندي. اوكي، عندي سيف طبعا احنا عارفينها، او اعمل سيف از للملف بتاعي، او اعمل سيف از تمبلت بعد ما اظبط طبعا التمبلت ده اعمل له سيف از عشان اقدر اعمل له نيو. عندي حاجه اسمها سند تولي، او دومت الناس اللي بتستخدم ال 2 دي في السكتش، ولكن ابعد عنها، احنا بنستخدم برنامج الكاد. اد لوكيشن ده هحتاجه مثلا لو انا بعمل حاجات مثلا في الارض. طبعا 3 دي وير هاوس ده موقع اللي احنا شرحناه تنزل من خلاله بلوكات. عندي بورت اللي انا اعمل امبورت لمثلا ملف سكتش، او مثلا ملف كاد، او ملف سي دي ماكس، او صوره جي بي جي وان جي بي جي اكسبورت، اعمل 2 دي وال 3 دي. ال 2 دي معايا ان انا مثلا اصدر مثلا الحاجه صوره، اصدر بي دي اف كاد 2 دي. تمام، او مثلا ممكن يكون حاجه شبه 3 دي، وبرده الملف بتاعي ممكن يكون كاد 3 دي، او مثلا فايل 3 دي اس او اف بي اكس ان انا اصدره للكاد. اوكي، الماكس ده بس اللي انا بحتاجه. نيجي على فايل اديت، واديت هنا هلاقي عليه اندو، اللي انا مثلا ارجع خطوه لورا، اقدم خطوه لقدام، اعمل كات، اعمل كوبي، اعمل بيست ان بليس، ان انا مثلا لو عملت كوبي الحاجه اعمل بيست ان بليس بحيث انها تقف في نفس الحاجه.
اعمل ديليت للشكل بتاعي اللي هو الريز بتاعتي، او اعمل ديليت للمحاور بتاعتي لو انا عامل مثلا محاور والكلام ده، اعمل سيلكت اول لكل حاجه موجوده عندي، اعمل انفرت سيلكشن اللي هو مثلا لو انا محدد حاجه مثلا معينه يعمل لي العكس ليها، اعمل هيد ان انا اخفي حاجه، اعمل هنا هيد اعمل لوك اقفل حاجه او افتحها، ميك كومبوننت وميك جروب هنشرحها حاليا دلوقتي. نيجي على قائمه الفيو بتاعتي وهي التول بار معايا اللي هو كل الاوامر اللي بتظهر فوق هنا. اوكي اللي مثلا ممكن من خلال انا دوت عملت كيدنج ستارت اللي هي الجزء اللي فوق ده، اللارج تول اللي هو الجزء اللي على الشمال، تمام. لو مثلا عايز سيلكشن معايا اعمل اي حاجه واعمل اوكي. طبعا دي حاجات الفوق مثلا لو انا عشان ابينش السماء والارض، ولكن طبعا لازم تبان معايا. والشادو لو انا عايز ابين الشادو او اخفيه. اوكي انا كده خفيته. الكاميرا معايا وهي تثبيت الكاميرا معايا، ان انا مثلا ممكن اخلي الكاميرا معايا شكل عمودي او مثلا او بنقطتين. دي ادوات الموديفاي معايا، ان انا قصدي اعمل زوم للحاجه اتحرك، انا فاهمها على الجنب هنا، ولكن بديكم بس فكره عن كل حاجه. عندي درو وهي الادوات الرسم معايا وهي في القائمه ديت وهنشرحها. عندي التول وهي الروتيت والموف، ادوات الموديفاي بالكامل والتكست، ودي موجودين هنا. قائمه الويندو بحتاج فيها حاجتين، اول حاجه اسمها ديفولت تراي، ودي ممكن من غير قصد لو عملت اكس هنا عايز تجيبها منين، ادخل على الديفولت تراي واعمل شو عشان تظهر لي كل حاجه. مسحت مثلا قائمه الماتيريا والكومبوننت والستايل، فادخل هنا واعمل ان انا مثلا محتاج الماتيريا اللي ناقصه مني، ومحتاج مثلا ديت عايز اخفي حاجه مثلا، ممكن اقول له اخفي التاج من هنا. عندي حاجه اسمها الموديل انفو، وهو بالظبط من خلالها بختار حاجتين. اول حاجه عندي حاجه اسمها اليونت، ان انا اظبط اليونت بتاعي دلوقتي بالديسيمال ثم المتر. اوكي برضو لا تمام كده. عندي حاجه اسمها البريفرنسز، اوكي اللي انا بدخل من خلالها اعمل جنرال عشان اخلي البتاع مثلا 20 دقيقه او 30 دقيقه. اوكي وده عشان اختار مثلا التمبلت بتاعي اللي هو مثلا بالمتر. اوكي عندي حاجه اسمها 3D هاوس، طبعا احنا بتاع البلوكات، ولكن بدخل على الموقع افضل عشان ابحث براحتي. اكستنشن وير هاوس دي برضو عشان لو انا عندي اضافات ازودها للبرنامج، زي حاجات خاصه مثلا تخليني اقدر اشكل في الموديلنج اكتر، تنزل لي حاجه مقاسات خاصه، حاجه تظبط لي الخامات، او ممكن اثبتها من خلالها. اوكي نيجي نتكل على الله. اول حاجه انا عندي في الرسمه بتاعتي الست اللي واقفه دي بتتغير كل سنه، دي عشان مثلا تديك مقياس قياسي مثلا لو انت عامل مثلا بيت 3 متر، فدي مثلا عاملها لي مثلا على حوالي متر 80 او متر 60 على متر 60. عرفت ازاي انها متر 60؟ لو وقفت كده وبصيت لتحت كده هلاقي عندي ظهر لي شريط اسمه لينجس معايا. اوكي الشريط ده بالظبط بيعمل لي فيه اي مقاس انا عايزه او اي زاويه. اوكي لو بصينا هنا هتلاقي عندي محور اسمه اكس واي والزد بتاعي. لو عايز امشي مثلا انا دلوقتي اهو اخترت اول حاجه اللاين بتاعي اختصاره حرف ال، اقف مثلا في النقطه ديت وليكن. شوف انا اقدر اتحرك اي حاجه، لو عايز مثلا امشي دلوقتي في محور الاكس معايا اللي هو الاحمر، جيت امشي كده حاسس مثلا ممكن ايدي تيجي يمين او تيجي شمال، طب اعمل ايه؟ ادوس بالكيبورد، عندي زراير الكيبورد قدام وعلى اليمين وعلى الشمال وتحت، ادوس بالسهم الايمن ليا، بص مش هيمشي غير على محور اكس بالظبط. حلو؟ طب عايز امشي على محور الواي، ادوس بالسهم الايسر هيمشي على محور الواي. عايز اطلع لفوق بس محور زد، ادوس بالسهم الاعلى. اوكي ده كده كان اللاين معايا. عايز اعرفكم ان اي بالظبط كده ثلاث اضلاع بيقفلوا لي شكل معين، الشكل ده كده بالظبط. اوكي يعني مثلا ممكن امسك واحد كده اهو، خلينا ماشيين مع بعض، نرسم واحد على محور الواي، ادوس بالسهم الايسر واقول له مثلا خلوه لي ده 2 متر. اوكي اجي امشي بالسهم الايمن، اشوف تحت اهو اللينجز بتاعي بيقول لي مثلا انت كده ماشي 1 متر 70، اقول له لا مشيها لي برده 2 متر ثم 2 متر ثم 2 متر. اوكي ده كده بالنسبه لي مستطيل عملته بمستوى الرسم بتاعي، وفي نفس الوقت انا قفلت زي ما قلت لك اي اشكال بيقفل. لو وقفت مثلا في النقطه ديت كده اطلع فوق اهوت، اطلع عشان اطلع مستقيم بالظبط، اطلع بالسهم الاعلى ادوس عليه بس دوسه واحده عشان خلاص كده ما يتحركش ولا يمين ولا شمال، هو بس فوق. واشوف مثلا ممكن عايز اطلع بنسبه معينه، ممكن عايز مثلا اطلع بنسبه الست ديت بنسبه ايديها اللي انا اشوله مثلا بمسافه معينه.
طوله مثلا برضو 2 متر. جيت هنا برضو دوست على ايمن عشان يمشي على الاكس، قلت له حطها لي، قربها لي النقطه ديت، وقفلت اهو. ده عمل لي كمان شكل. حلو حلو. طبعا في حاجه نسيت اقولها لك، انك انت لما تيجي تتحرك بالماوس بتاعك تتحرك بالبكره بتاعتك، تدوس على البكره وتتحرك معاك، او باداه الاوربت معايا هي تتحرك على طول، ولكن يفضل احسن انك بالبكره عشان تستعملها كتير. اوكي. نيجي اداه الرسم معايا التانيه، وهي اسمها الفري هاند. الفري هاند اهي، اقدر مثلا ارسم بالماوس كده وانا دايس على الماوس، هيعمل لي كده بالظبط اهو، عشان يقدر يقفل الشكل بتاعي. اوكي. اقدر من هنا اعمل ريكتانجل. الريكتانجل اللي هو مستطيل اهوت، طبعا زي ما احنا كده شايفين المستطيل راسم على محور الزد اللي هو بالظبط كده اهو، كده مستطيل. عايز اعمل واحد يمشي على محور الواي، الواي اللي هو الاخضر، ادوس مثلا بالسهم الايسر هيعمل لي واحد بيلف حوالين محور الواي. اوكي. او ان انا اعمل واحد بالظبط كده على محور الاكس، ادوس بالسهم الايمن. تمام. ممكن اعمل اقف على اول نقطه واقول له مثلا اعمل لي المستطيل بتاعي 5، وادوس عند حرف الواو اللي جنب حرف الام واقول له 3، عمل لي مستطيل 5 × 3. امسك اول نقطه وادوس هنا مثلا كده اللاين بتاع اول نقطه لحد هنا، هيقول لي 3 متر. ادخل على الويندو بس كده واظبط حاجه، الويندو او الموديل انفو، ادخل على اليونت اخلي ديت اول بس 2، اللي هو مثلا 3 متر و18 سم، بدل 3 متر 18 سم وجنبها كمان صفرين. دي كده اهيت، بصينا تحت في الشريط هتلاقيه 5 متر. طبعا دي محتاجهاش، محتاج السيركل بتاعي. السيركل اقف على اي نقطه وامشي كده، او مثلا اقول له اعمل لي 4، ده هيعمل لي نص الراديوس بتاعي 4. لو بصينا عندي شكل هنا هنلاقي ان الدايره بتاعتي تحس انها مش سموزي، او مش سموزي، تحس انها ناشفه كده، مليانه اضلاع مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني مش جايه دايره بالظبط. ايه السبب في كده؟ السبب في ان انا اول ما اختار الدايره بلاقي عندي هنا بيقول لي السايد 24. السايد 24 ان يعني بالظبط كده اللفه بتاعتها تتكون من 24 سايد. طبعا 24 سايد، كل ما تكبر الدايره هتحس انها شكلها كانه ثمان الاضلاع، سباعي الاضلاع، مش دايره جايه مماس كويس جدا. فاعمل ايه؟ اول ما اختار الدايره بالظبط اروح كاتب حرف 50 وادوس انتر واروح راسم. ابص كده احس فعلا ان انا راسم دايره قرص بالظبط. اوكي. دي بوليجون بالظبط كده. لو وقفت مثلا هنا شايفين كده هتلاقي مرسوم الدايره من بره والبوليجون معمول من جوه بتاعي. تمام. لو دوست كنترول هيعمل لي العكس، يخلي الدايره جوه ويرسم لي الشكل بره. اوكي. ممكن اقول له 2، وبرده لو عملنا الحركه ديت ولكن خليت عملت دوست كنترول هيغير لي الشكل بتاعي اهوت. اوكي. ده عندي ارك بالنسبه لي. ممكن مثلا ارسم لاين اهو كده، اجي اعمل الارك بتاعي، اخلي برضو السايد بتاعه مثلا انا بفضل اكتب 100 عشان بس يبقى طري. اوكي. ممكن اقوله من هنا اهو كده، ده كده بالنسبه لي ارك ابن ناس محترم جميل اهو، من هنا لهنا اهو كده واهو. حلو. ده كده ارك بالنسبه لي. ده برضو بس، ولكن ده ارك من نقطتين. هو مثلا ممكن ارسم النقطه ديت للنقطه دي كده، يا شكله ايه الشكل ده؟ ايه الاضلاع ديت؟ طب ارجع اعمل كنترول زد وارجع تاني، ادوس عليه تاني الارك من نقطتين واعمل 100، اقف من النقطه ديت للنقطه دي. شوف عايز اعمل ارك رايح لمحور الزد الواي معايا، او ممكن من فوق ويطلع لمحور الزد معايا اهو، ده الشكل بتاعه. تمام. طبعا دي تلات اركات معايا، مثلا نقطة ونقطة ونقطة تانية اهيت، عمل لي مثلا ارك اهوت واخليه 100 واظبط السايب بتاعه. ده بالظبط كده درو كلوزد ارك فروم ستين سنتر. يعني والله بص انا شاهي حتة بالظبط اهي مثلث بيتزا، مش بحتاجها، او اكتر حاجة بحتاجها ان انا احتاج الارك او تو بوينت ارك. اوكي. نيجي في ادوات معايا، ادوات الموديفاي. دي كانت ادوات الرسم بالنسبه لي وخلاص خلصت. نيجي ادوات الموديفاي معايا. طبعا هنا انت ممكن تستخدم ارض، يعني حوار الار
يعمل لك ريكتانجل، حوار ال عشان يعمل لك لاين، السي يعمل لك سيركل. ولكن انت شايف ان ادوات مثلا الرسم بتاعتي صغيره، يعني مش كتير، فاقدر استخدم اللي انا عايزه. نيجي اول حاجه على اداه برضو حاجه بسيطه في قلب اللاين برضو، عشان ندخل قبل ما ندخل على الموديفاي، ان ده مثلا ده بالنسبه له سيرفيس. اوكي، لو عايز اعمل سيلكت اولا لاي شكل عندي هنا، لو دوست كليك يمين، اوكي ما دام من كليك اليمين للشمال كده، اول ما يلمس اي حاجه يحددها كلها. شايفين كده؟ لو عملت العكس مش هيرضى يحدد الا الشكل اللي هو جه عليه كله. تمام، بص كده دلوقتي لمس حته من الضلع اللي هو الطويل ده، فحدده لي كله. اما هنا عشان احدده مش هيرضى يحدد كده، الا لازم اجيب الشكل كله. اوكي. طبعا هنا في الملف برضو الشكل بتاعي لو حددت مره هيحدد السيرفر بتاعي، مرتين هيحدد لي كل حاجه. اوكي، يعني مثلا ممكن هنا ادوس مره على ده ما تحددش، ادوس مرتين داس لكل حاجه. اوكي، يعني مثلا ده لوحده اهو، ده لوحده، دوست عليه مرتين هيحدد لي كل حاجه. طبعا ممكن ادوس ده وادوس كنترول هيعمل لي حرف الزائد اهو، او ادوس شيفت عشان مثلا يلغي لي التحديد او يحدد لي حاجه العكس يعني. اوكي، ممكن احدد الشكل ده كده وادوس كنترول شيفت اي، او ادخل على ايديت اعمل حاجه اسمها انفرت سيلكشن عشان يعمل لي بالظبط كده، يعمل لي بالظبط كده تحديد العكس. اوكي، ممكن بالظبط كده ان انا امسك دي كده لوحدها. تخيل عندي مشروع كبير شغال عليه، فالمشروع دوت انا حاليا شغال على الجزء ده وعايز اخفي الباقي، طب اعمل ايه؟ احدد الشكل ده وادوس كنترول شيفت حرف الاي اللي هو انفرت سيلكشن، وادخل فوق اعمل حاجه اسمها هايد لحد ما اخلص شغل في الحكايه ديت، واروح دايس على ايديت واعمل انهيد اول عشان يرجع لي كل حاجه. او لو انا مثلا شغال على حاجه وخايف انها تتمسح، فممكن احددها واختار حاجه اسمها لوك، اقفلها لي. هي طبعا ما بتقفلش غير من الجروب، هنتكلم بعدين. اوكي، خلينا نتكلم واحده واحده. ندخل على قائمه الموديفاي، اول حاجه موف الاختيار بتاع حرفين، بحدد الشكل بتاعي كده كالتالي، بدوس حرف الام مثلا هقول له من النقطه ديت، واقدر احركها مثلا بالكيبورد كده، عايز يمين عايزها فوق باستخدام الكيبورد بتاعي، ادوس بس الاسهم بتاعتي، او ادوس على الشمال عشان محور الواي معايا. ممكن مثلا اقول له كده لحد هنا يعملها لي على 10، وهاتها لي مثلا هنا 13. تمام، ده لو بعمل موف. ممكن اعمل موف كوبي مع بعض، يعني موف وفي نفس الوقت هيعمل لي كوبي معايا، فادوس مثلا على النقطه ديت، ادوس بالظبط كده بطرف صباعي حرف الكنترول، هيعمل لي نسخه كوبي اهي. اوكي، امشي بالكيبورد مثلا على الاسهم الايمن عشان يتحرك كده، اقول له حطها لي على بعد مثلا 50 متر. حلو، وانا واقف من غير ما احرك الماوس لاي حاجه، ممكن اقول له في خلال 50 متر ده على 4، فهو هيمسك لي الشكل ده، هيكرهولي على 4 مرات بالشكل ذات نفسه على مسافه 50، على 5 في نفس الوقفة، وانا واقف على 7. طب اضربها لي في 2، اسف السكتش قفل معايا لحظة من فضلكم. متر، تمام، انا مسيفتش الحوار بتاع التمبلت بتاعي. وليكن بقى خلصت، خلاف كده نمسك الدايره معايا اهي، مسكت الدايره مرتين، دوست الموف بتاعي او كنت زائد حرف الكنترول، اتحرك مثلا اقول له هنا 5 متر في، وانا واقف بالظبط في 3، شوف كده بصوا على المربع اللي تحت في 3، هيعملها لي 3 مرات في 10، وانا واقف كذا مره. يعني مثلا ده وليكن ده، اعتبر ان ده ده سور بالنسبه لي، الصورة اهوت. حلو، هو طبعا
معلش كده، ممكن نعمل الصورة تاني. ده مثلا صورة اهوت، حلو، وحاطط عليه دايرة اهيت. ممكن امسك الدايرة دي واقول له اعمل لي اعمدة الصور ده لحد هنا على مسافات معينة، مثلا المدى اللي محددة لي على 10 مرات، هلاقي ان هو ظبطها لي على 10 مرات بمسافات متساوية من المنتصف ديت لحد المنتصف دي، هلاقي نفس المنتصف دي لحد المنتصف دي، هلاقيهم بالظبط متساويين زي بعض. دي اداة الموف بالنسبة لي. اوكي، عندي اهم اداة بعملها وهي اداة البش معايا او اداة السحب معايا، وهي بترفع المبنى بتاعي. اعمل حتة مستطيل اهوت نيو بس كده عشان حلو، اعمل مثلا مستطيل اهوت بالاداة ديت او حرف البي، اقدر ارفع المبنى بتاعي، اقول له ارفعه لي 2 متر. هات هات اللقطة ديت وشدها لي هنا، دي شدها لي كده، دي شدها لي تحت كده، دي تعالى على الجنب كده. اوكي، طبعا اداة اللاين لو انا رسمت خط كده ده يفصل لي ده لوحده وده لوحده. ممكن امسك كده واقول له ارفع لي دي شوية ودي اهيت لوحدها. ممكن اعمل ريكتانجل كده اهيت ومثلا اقسمها واخلي مثلا دي لوحدها هي جزء لوحده، وده مثلا جزء لوحده، وده كده جزء لوحده اهوت، وده جزء مثلا لوحده. اقول له مثلا حرف البي وارفع له اهو بالشكل ده لحد هنا، وده لحد هنا، وده لحد هنا، واطلع بيه تاني مثلا، ده مثلا لحد مثلا هنا، ده كده لوحده مثلا، اقول له اطلع لي بيه 1.5 متر. ده مثلا رجعه لي ورا شويه، وده كده ورا شويه، ده مثلا رجعه، ده مش هيرضى يرجع لان ده الشكل ده مستطيل. اوكي، بس يقدر يتسحب العكس، ده برضو نفس الكلام يقدر يرجع، ده يقدر يتحرك فيه، احرك فيه زي ما احنا شايفين كده، ده اهو. اوكي، ده شكل بالظبط ان انا اعمل رفع المبنى بتاعي. ممكن اداة الروتيت معايا، طبعا احنا عارفين الروتيت، ممكن ارسم مثلا وليكن مستطيل اهوت، امسك كده بقول له الروتيت معايا. طبعا كده الروتيت شغال، عنده روتيت كالتالي، عندي مثلا وليكن محور السد ده هو الواقف ده كده بالظبط اهوت، فالشكل بيلف حواليه، بيلف حواليك كده. يعني مثلا ده لو احنا بصينا وقلت له مثلا شايفين دلوقتي اهو الروتيت بتاعتي لونها ازرق كحرف السد معايا، لانه مثلا الشكل هيكون في النص وده هيلف حواليه. بص اهو هيلف كده بالظبط اهوت، فهو امسك النقطه ديت والنقطه ديت واهو اهو، بص بلف حوالين محور الزد اهو بالظبط. تمام. فمثلا ممكن اقول له لف لي مثلا على زاويه 90 او حسب اللي انا عايز. ممكن اقف هنا وقبل ما اقف وادوس اقول له مثلا بالسهم اللي فوق، بالسهم قصدي على اليمين، هيلف حوالين محور اكس من النقطه ديت للنقطه دي، شايفين كده لف معايا اهو، او لفه لي محور واي. اقف هنا، قبل ما اقف هنا كمان ادوس على السهم الايسر اهو، بص بيلف حوالين محور واي، محور واي اهو بيلف حواليه، شايفين؟ بص محور واي اهو بيلف حوالين محور واي اهو، شايفين محور واي اهو. تمام، ده كده كان الروتين. عندي حاجات اداه اسمها الفولو مي، اداه الفولو مي، وهي انا يعني ايه مش عايز اشرحها هنا، ولكن ممكن اسيب لكم فيديو حاجه اكتر، ولكن دي يعني ايه ممكن نشرحها في الاخر. عندي اداه السكيل معايا، وهي ان انا مثلا اهو رفعت ده كده، حددته اهو ورفعته، دوست عليه كله وعملت سكيل او حرف الاس. ويفضل ان انا لما اجي اعمل سكيل كلي يبقى من الاربع اطراف بتوعي اللي هو كده، هنا اهو او هنا. ممكن اقف كده واقول له مثلا اعملها لي، ادوس على الكيبورد على 2 على طول واقول له انتر، هيعملها لي 2. ولكن لو انا عايز اتحرك في اجسام المبنى ذات نفسه يبقى من النقطه لفوق او من نقطه كل حاجه في الوسط، النقطه الوسط هنا، النقطه الوسط هنا مثلا، ممكن من فوق اقول له صغرها لي لحد هنا الشكل ده. اوكي، جيبها لي مثلا من هنا ده كده، طوله لي لحد هنا، اعمل لي سيرش ليه من هنا كده، صغره لي مثلا لحد دي النقطه دي كده اهو، اعمل لي مثلا تماس لحد هنا. تمام. عندي اداه الاوفست بتاعي، ده الشكل بتاعي، فاقدر اعمل له اوفست لداخل او الخارج اهوت، اقول له اعملها لي مثلا اوفست على نص سنتي، نص متر. اوكي،
ممكن ادوس، لو دوست كليك مرتين على الشكل ذات نفسه هيعملوا لي نفس النص والنص، واقدر مثلا اعمل مش فيما بعد اهوت، دي من خلالها مثلا اقدر اعمل سلالم واعمل اي حاجه. يعني مثلا لو عندي لاين كالتالي كده، الريز معايا حرف الاي اللي هي فضيت، وان انا اقدر امسح اي شكل اهو. تمام. فمثلا ممكن اختار النقطه دي واختار ده واختار ده، سيلكت ثلاث اضلاع واعمل اوفست او حرف الاف معايا، وامسك كده اقول له مثلا اعمل لها للداخل 30 سنتي، حلو، او 60 سنتي، 60 90 سنتي، حلو حلو. اقدر مثلا اعمل بشره مثلا دي كده، مثلا دي على 15 سنتي، ودي مثلا على 15، او ادوس مثلا مره اهيت مره اهي، ادوس كليك مرتين هيعمل لي اخر رفع انا عملته بسواء كان، حلو اهو. يعني مثلا دلوقتي انا رفعت 15 في 15، ادوس هنا 15 15 15 15، بدوس بالظبط كليك مرتين. اوكي، دي اداه الاوفس بالنسبه لي. اوكي، نيجي على ادوات بعد كده، وهي اداه مثلا اسمها التايب ميجر تول، اللي انا من خلالها نبص كده، بقدر بالظبط اعمل زي محاور بالنسبه لي عشان ارسم. ممكن مثلا اقف هنا كده واقول له اعمل لي لحد هنا كده اهو، بص شايفين اهو، اعمل لي محور مثلا على 2 متر 20 على الباب بتاعي، وتعالى من ده كده اعمل لي واحد على مسافه 1 متر، ثم من ديت اعمل لي واحد على مثلا باب متر 20، او من هنا هو كده اقول له مثلا اهو لحد هنا كده. اوكي، واقدر اعمل ريكتانجل وارسم الرسمه بتاعتها هيك بالظبط، واقدر اعمل اير اريز وامسح الثلاثه هنا بالظبط حرف الاي من فوق هنا. اوكي، تمام. اقدر من خلالها مثلا اعمل الباب بتاعي اهوت اللي جوه، اقدر مثلا اعمل اخد ده كده، اخد من فوق مثلا اقول له خد لي من فوق مثلا 80 سنتي، خد لي من هنا مثلا هنا، خد لي من هنا كمان مثلا نفس الحوار، من تحت برضو كده مثلا شويه، او من هنا مثلا ممكن اروح واخد منه متر 20 على قد طول الشباك بتاعي، واعمل اهوت الشباك بتاعي مثلا، واعمل مسحه اهوت. تمام. انا بعلمك الادوات في الاخر، هخليك تعمل تطبيق، بس انا عايزك تجرب بالادوات. طبعا دي المقاسات بتاعتي، من هنا مثلا لهنا 8 متر، من هنا لهنا 1 متر، من هنا مثلا لهنا، اوكي. طبعا دي ادوات. طب دي اعمل استخدامها ازاي؟ استخدام ازاي؟ انا مثلا ممكن اكون راسم مثلا زي حرف الهور، تمام، وعايز اعمل لاين على محور معين، فمثلا ممكن اروح جاي هنا كده اقول له مثلا من هنا، اقول له اعملها لي مثلا من هنا كده، امشي لي مثلا وليكن زاويه 20، حلو، يبقى انا هرسم الخط ده كده وامشي على الشكل بتاعه. اوكي، او من هنا ان انا اعمل تكست معين لشكل معين، انا عندي كومباوند كتير، فمثلا اقول له من هنا لهنا دي مثلا عباره عن هرم 20 مثلا متر، حلو، ده مثلا عباره عن عماره 50 متر، دي بتفيدني وبتفيدنيش. بتفيدني في ايه بقى؟ شايفين كده اقدر اوصل للهرم بتاعي والعماره وكل حاجه. لو انا عامل كومباوند كبير بس انا عايز اوري للراجل ان انا مثلا ده بيت وده بيت الحاج محمود وبيت الحاج محمد بيت الحاج عصام وعبد الله والناس ديت، فاوريه له، فانا ما محتاجهاش كتير، ولكن بس انا قلت عشان افهمها لكم. اوكي، طبعا دي الاكسس، ما بلعبش في الاكسس هنا اللي هي اكس واي زد، احنا عارفين طبعا الشكل اللي فوق، السهم اللي فوق لونه ازرق زد، اليمين السهم الايمن يبقى الاكس، واي بالسهم الايسر لونه اخضر. اوكي، نيجي هنا التكست بتاعي، انا مثلا ممكن اضيف تكست معين، اكتب مثلا مصطفى، طبعا الشكل اللي مثلا عايزه يعني ايه اهو، طبعا احدد الاول كده اقول له مثلا الشكل بتاعي عايزه من ليفت من الشمال اليمين، عايزه بولد ولا عايزه عادي، عايزه قد ايه بالظبط كده، واخده مثلا احطه على الحته اللي انا عايزها، اقدر اعمل له سكيل
تمام. طبعا لسه ما خدناش ديت الميل جروب معايا، ولكن هنشرحها. عندي ادوات معينه، وهي بالظبط كده ان انا اقدر اعمل اربط اللي هي اللفه بتاعتي وتاكل من بكره الماوس. عندي اداه البين اللي هي انا مثلا اتحرك بيها باليد، وديت اقدر اعملها من خلال بكره الماوس من فوق وادوس حرف الشيفت. بكره الماوس افضل دايس عليها وادوس حرف الشيفت. عندي الزوم اللي انا مثلا اعمل زوم لحاجه كده معينه، بص زوم لقدام وزوم لورا، دي اللي هي العاديه. اوكي، او زوم ويندو اللي انا مثلا امسك دي كده لوحدها. عندي مشروع كبير قوي وعايز اوصل لحاجه معينه، اروح مثلا مختاره اقول له حطيني في الحته دي كده. تمام. عندي زوم اكستند، لو انا مثلا دخلت في مشروع ولقيت نفسي يعني ايه مش عارف اخرج والكلام ده كله، اعمل زوم هيعمل لي زوم على كل المشروع بتاعي. عندي ديت اسمها البريفورس بتاعي، اللي انا مثلا وليكن مثلا انا دلوقتي واقف على الشكل ده والمشهد ده وعملت كده وعايز ارجع للي فاتت، اروح دايس عليها، دايس على اللي فاتت قبلها، دوس على قبلها، بيرجع لي اخر 4 مرات. ده شكل الراجل بتاعي عشان يقف لي على الكاميرا بتاعتي على مسافه مثلا متر 80 سم. ممكن اخليها اكتب له متر 80 عشان تبقى عينيه، عين الشخص ده الراجل طويل فعينه على 80. ما هنا لا لا، معلش انا واقف هنا، الشخص تاني اهوت واقف بالشخص واقول له اقف لي هنا. فالراجل واقف على الباب اهوت، واقدر بالعين اهو بعينيها اهوت، اقدر مثلا اجي يمين وشمال كأنه شخص واقف على متر 80 من الارض ببص في كل الاتجاهات. اوكي، اقدر اتحرك انا كمان برضه لو عايز اعمل بقى حاجه معينه، تك تك اهو بص، افضل دايس بكليك الشمال بتاع الماوس واتحرك بالرجل اهو، بص طلعت فوق البتاع ونزلت تاني، اجي اتقدم من اهوت، طلعت 3 سلالم اهو، بص انا واقف فوق ال3 سلالم. ده لو انا عايز اعمل سيكشن، طبعا احنا عارفين السيكشن بتاعنا يبقى عامل ازاي. سيكشن هو مثلا اب سيكشن كده، او ادوس كليك احسن يمين من فوق واجيبه كامل على بعضه. فين السيكشن اهو؟ عندي اول حاجه اللي انا عايز اعمل سيكشن اهو، بص ده مثلا ماشي هيقطع لمحور الزد حوالين محور زد او بالاسهم بتاعتها، ومثلا اقف في النقطه ديت عمل لي سيكشن رقم 1 السيكشن اهو. يقول لي مثلا هنا اللي في السكشن تخفي الاكسس بتاعت السكشن ولا لا حسب اهو، فانا ممكن اسيبه او ممكن اخفيه. هنا لو انا عايز اسود ده، قصدي لو عايز ارجع حدود المبنى بتاعي عشان اشوف باقي مثلا هو قطع منين، وامسك مثلا ده واقدر اعمل له موف احركه في اي حاجه اللي انا عايزها لحد مثلا هنا. هنا التسويد الشكل بتاعي، ادوس هنا بس عشان يقطع لي. هنا يقول لي اسود لك الحدود بتاعتك ولا ما سودهاش، اللي هي حدود القطع سودها ولا ما سودهاش، فانا بقول له سودها لي طبعا، لان احنا عندنا في عماره بنسودها اهو، اللي هو سود مثلا طبعا دي لسه ما لهاش سمك، فافهمك التسويد ازاي. طبعا نسيت اشرح لكم حاجه هفهمها لك دلوقتي. اوكي، طبعا مساحه الاكس بتاعي، ان انا مثلا لو انا عندي عماره 3 ادوار في 3 ادوار، فلو عملت بوش وعملت 3 متر وجيت عملت 3 متر كمان، ايه اللي حصل؟ حسيت ان الدورين اندمجوا على بعض. طب اعمل ايه؟ وانا لسه اعمل بوش، اعمل دوس كنترول حرفي بسبايك بطرف صباعي مره واحده هيعمل لي فاصل واعمل 3 متر اهو، 3 متر شايفين اهوت بقى، كل دور عرفته لوحده. اوكي، اوكي. طبعا دي ال 3 دي وير هاوس والكلام ده كله انا مش محتاجه، شرحت الاجزاء ديت بالظبط كده. نيجي نشرح الجزء اللي على اليمين عشان نبقى ضمينا كل حاجه، وهنسيب 3 حاجات في الاخر، الميك كومبوننت والميك جروب وحاجه اسمها الفلومي عشان ما حدش ينسى معايا. اوكي، وبرده شويه تكات كده هنعرفها فيما بعد. اوكي، زي مثلا تك دي بالظبط في المودو فايل، لو دوست مثلا كليك ده الشكل بتاعه اهوت، ودوست كليك يمين اقدر اعمله اريز، اقدر اعمله هايد من هنا، اقدر اعمله اكسبلور لسه ما عرفناش، اقدر مثلا اعمل سيلكت الحاجات مثلا المتصل بيه او اللي في قلب اللاير بتاعته، او اعمل انفرت سيلكشن او بنفس الماتيريال. سيلكشن مثلا، تمام، بص اعمل اري لي افهم منه شويه الحاجات، التاج الماتيريال بتاعته ايه، طبعا هو ملوش لسه ماتيريال. اوكي، طبعا ميك كومبوننت ممكن مش عايزها. حته اسمها انترست فيسز، ودي عباره عن قطع. قطع ازاي؟ لو انا مثلا عندي شكل كده اهوت قبل الحكايه ديت. اوكي، ولا اقول لك خليها من نيجي نعمل ميك جروب. اوكي، بس ممكن نعمل حاجه دلوقتي حاليا،
شايفين الشكل ده، ادوس كليك يمين عليه واعمل حاجه اسمها فليب الونج، اللي هو بيعمل لي زي ميرور ليه. اعمل ريد طبعا انت ما حسيتش بيها، ممكن نقطعها كده، امسك الخط ده واعمل موف واعمل كنترول واشده كده معايا اهو، اقطع لي ده لوحده واطلع لي لوحده، امسك ده واعمل مثلا ايه، ادوس كده مره عشان يعمل لي سيلكت، ادوس كليك يمين اعمل فليب الونج، اخليه على الريد اهو، قلبه لي للريد، او اخليه يعمل لي على جرين اهو، يقلبه لي على محور الواي او على محور الزد. اوكي. عندي ويلد ايدج مثلا، لو انا عملت خط كده ثم خط كده ثم خط كده، لو جيت مسكت هتلاقي كل واحد لوحده، لو مسكت ثلاثة مع بعض ودوست كليك يمين وعملت ويلد هيخليهم لي كلهم كأنهم خط واحد. اوكي. طبعا لو انا عايز اعمل زوم السليكشن بتاعي عرفنا دي، نيجي على القايمة اللي على اليمين وهي اسمها أول حاجة عندي انفت انفو، اللي أنا بقف على الخط ده يقول إن الخط ده عبارة عن 17.8 متر، لو دوست على الشكل ده يقول لي المساحة بتاعته كذلك. أوكي. نخش على الماتيريال معايا، أمسح دي كده خلاص إكس مش عايزها، أخش على الماتيريال، أفتح هنا قائمة الماتيريال بتاعتي، أسفلت مثلا أهوت، أختار اللي أنا عايزه ودوس عليه. اهو مثلا خليت دوم التلات اشكال، كوم التلات اشكال دول عايز اغيرهم مره ببعضهم مره واحده، مش هفضل برضو مثلا ادوس على دي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها، افرض المشروع كتير من الشكل ده اعمل ايه؟ خلينا مثلا في الماتيريال ادوس حرف شيفت هيكتب لي ثلاث نقط اهو شايفين مع الرسمه بتاعت البيانات اهو، واقول له دوس كده هيغير لي نفس اللون اللي في صف الالوان دي كلها، وليكن مثلا حددت الالوان دي كلها هي الشكل ده واديتهم مثلا ماتيريال واحده، لا مش ميه بقى، وود مثلا اهو خشب، حلو، وعايز اغير دول كلهم، هل همسك واحده وكده؟ لا، ادوس شيفت ودوس مره واحده هيعمل لي كلهم شكل واحد. اوكي. اقدر مثلا دي الماتيريال بتاعتي وانا واقف عليها، اقدر اسحب اي ماتيريال باك اللي انا عايزها، مثلا الماتيريال ديت اسحبها لي الاسفلت اهوت، اسحب لي مثلا الماتيريال ديت، ادخل اعمل ايديت عليها، اظبط في الالوان بتاعتها زي ما احنا شايفين كده، اسودها قوي او اعليها، اظبط في اغير في الالوان بتاعتها، اقدر اظبط في الماتيريال مثلا المقاس بتاعها، اخليها مثلا واحد في واحد 12 اهو في 12 او من هنا، عشان اقدر مثلا العب في دي لوحدها 2 ودي مثلا 3، حلو، اقدر العب في الاوباس بتاعتي اللي هي الشفافيه بتاعتها، ودي مثلا بقى خلال الازاز والستاره تدي شكل كويس، اقدر من هنا اعمل حاجه اسمها برو ماتيريال، ان انا مثلا اجيب ماتيريال نخلي مثلا دي في 100%، ادخل اجيب ماتيريال مثلا معينه، وليكن مثلا احط ديت يعني هات اي شكل معين كده العب فيه عادي، هات مثلا الشكل ده بقت دي يعتبر ماتيريال، وليكن بقى طبعا دي تبقى ماتيريال اسفلت والكلام ده، ولكن انا بظبط مثلا حاجه. اوكي دي قائمه الماتيريال معايا، ميك كومبوننت دي مش عايزها طبعا، واو دي في قائمه الماتيريال، مش عايز ديت السين طبعا، اللي انا عايز اعمل سين معين عشان اخد ادي مثلا اد سين، اجي هنا واعمل له اد سين كمان، اللي انا مثلا اخد سينات عشان مشاهد ليا عشان مثلا ارندرها في الاخر او ارجع لها، ظهروا لي فهو طبعا دلوقتي عايز ارجع لاول سين، ادوس عليه من فوق ظهر لي تاني سين تالت سين، حلو، جيت مثلا على اول سين اهوت وعايز تعديل ليه ممكن اقف عليه كده وادوس كليك يمين واعمل ابديت هيرجع لي الشكل بتاعي، ممكن اعمل له رينيم واقول له مثلا ده المشهد مثلا وانا باصص للصوره. اوكي اقدر مثلا امسح اي سين من هنا من علامه ديت واعمل يس، او من فوق ادوس كليك يمين واعمل ديليت. اوكي او ما اعمل بلاي انيميشن اللي هو هيعمل لي من 2 ل 3 بس على طول، شايفين طبعا ممكن اشغل فيديو واقعد اشتغل في الحوار ده. اوكي خلاص كده اقفل السين، ندخل على الشادو وهي ان انا افتح الشادو بتاعي من هنا، كل شكل وليه الشادو بتاعه طبعا بيتقل معايا الجهاز لذلك ما بستخدموش كتير، او اقفله
ممكن اظبط مثلا، اخلي بص مظلل اكتر، الدرجة اكتر، شايفين كده؟ لا ممكن اظبط التايم بتاعي، بس الساعة كام دلوقتي؟ اظبط مثلا الشهور بتاعتي، يناير فبراير اغسطس، طبعا شهور الصيف غير شهور الشتاء، اقفله من هنا طبعا. الستايل بتاعي وهي بالظبط كده، ان انا يعني ادخل على الايديت، لو المشروع بتاعي كبير ممكن اقفل البروفيل بتاعي مثلا هنا عشان يقلل الخطوط بتاعتي. اوكي، اللي يعني مثلا شوف التقل بتاع البروفايل اقفله يخفف معايا، ممكن بالظبط كده اهي من اول كومنت سيلكت اظبط. مثلا لو مثلا دكتور طلب مني حاجه كسكتش، ممكن اديها شويه مثلا شكل اشكال، ممكن ادخل مثلا على الستريت، اخلي مثلا اشكال رصاص كده والونها مثلا فيما بعد، شايفين كده؟ ممكن اخلي سكتش كأن السكتش رصاص، شايفين؟ حتى بنهاية قلم الرصاص بتاعتي تمام كده. او ممكن فوتو مودلينج برضو نفس الاشكال، او كلر، او ان انا ارجعه الاصل مثلا، ان انا اقف على الموديل ذات نفسه واشوف اول واحد كان موجود وهو ده الشكل الاساسي ليه، اللي هو مثلا ستايل واحد، مش ممكن ده هو ده الشكل الاساسي ليه. اوكي، كده القناه الستايل بتاعتي خلصت. نيجي على التاج، وهي بالنسبه لي اللييرات بتاعتي. يعني ايه اللييرات؟ يعني انا شغال على لير رقم واحد، اللي هي اللاير ديت بالظبط. اوكي، طبعا ممكن اروح عامل اضافه للاير جديده واقول له مثلا خليها لي، وليكن مثلا خليها كور. اوكي، نخليها مثلا سيارات، وادوس عليها مرتين كده عشان اقف عليها، ادخل اعمل فايل واعمل اوبن، اعمل امبورت اصلا لملف، معلش ماتيريال سكتشوب مثلا كار، وهات مثلا العربية ديت. يلا يا حبيبي، حطيت العربية عندي اهي بالظبط، امسك لها مثلا موف من هنا وانزلها مثلا، احطها هنا على اي شكل اهو. تمام، جيت مثلا عملت لير كمان زيادة وخليتها مثلا بيبل، ودوست مرتين عليها. اوكي، دوست مرتين عشان افعل البيبل ديت، اعمل فايل اوبن او امبورت قصدي، وملف السكتش اوف مثلا بيبل، حلو. دلوقتي مثلا لقيت الملف معايا تقيل وعايز اخفي شويه ليرات، اعمل ايه؟ مثلا اقف على اول واحده ومسحتها، هيقفل لي كل الليرات اللي انا رسمت عليها لان كنت راسم على المستوى الزيرو. طب دلوقتي انا عايز اخفي السياره تقيله معايا، اخفي الكور معايا. اوكي، اقفل مثلا البيبل، طبعا مش هيرضى يقفل البيبل، ليه؟ هيقول لي انت واقف على البيبل ازاي تقفلها وانت شغال عليها؟ فادوس كليك على اول واحده واقفل البيبل معايا. اوكي، طب لا قدر الله مثلا دلوقتي احنا شغالين على الحوار ده، ورحت انا دلوقتي واقف على مستوى الزيرو وعملت امبورت، ورحت اعمل واحده اهي كمان، حلو، وانا كنت واقف على مستوى الزيرو بتاعه، وجيت مثلا اخفي البيبل معايا، دي ما اتخفتش ليه؟ لانها موجوده على اول مستوى معايا، فطبعا دي بالنسبه لي هتبقى مشكله. اوكي، تمام، اعمل كنترول زد وارجع تاني شويه، مش عايز العربيه بتاعتي، امسح ده كله كده. انا خلصت الاشكال بتاعت السلكشن، طبعا عندي شويه حاجات ممكن نعملها، نعمل مثلا امبورت، وهات مثلا السيارة بتاعتك حطها لي هنا، هتكلم بس عليها اهيت. السيارة ديت كذلك لو احنا شفناها، ادوس كليك يمين اعمل فليب بلو، هيرفعها لي لفوق عكس اللي احنا قلنا الميرور بتاعتي، او يمين او شمال. اوكي، ممكن اعملها اهو، شوف بقت العكس، بتبص المحور الواي بتاعتي، وكانت بص اول المحور بتاعي. تمام، اقدر اعمل لها لوك اللي انا اقفلها اهيت، بحيث اجي احددها وامسحها ما تتمسحش معايا غير ما ادوس انلوك او من اديت واقفلها. اوكي، انلوك. اوكي،
ايه تاني اقدر اتكلم فيه؟ اقدر الفيو ذات نفسها، اقدر مثلا كليك يمين واختار حاجه اسمها الفيو، هنا يقول لي بص على حاجه ايزومتريك، هنا بص على حاجه من فوق التوب، هنا من امامي، هنا من على الجنب، خلف، من امامي، من ناحيه. دي بستخدمها للفيو بتاعتي لما اجي اخد سين. اوكي. نيجي دلوقتي نتكلم عن اداه الميك كومبوننت والميك جروب. الفكره في ايه؟ الاثنين بيخلوا لي الحاجه كانها مجموعه، يعني مثلا عندي عربيه عربيه عربيه، بدل ما امسك كل عربيه بيخلوا لي الثلاث عربيات مع بعض انهم مجموعه واحده مع بعضهم، يتمسكوا مع بعض. اوكي، ويبقوا الوان مع بعض. تمام. ولكن الفرق في الاثنين ان مثلا ميك مثلا جروب اللي انا عملت شكل ما اقدرش اغير، لما اجي اغيره ما يتغيرش في الباقي. يعني مثلا عندي 3 كراسي، خلق معايا كرسي وعملته ميك جروب، وبعدين الكرسي ده عملت له مثلا كوبي 4 مرات، تمام. لما اجي اغير في واحد فيهم ما يتغيرش. الميك كومبوننت لو انا عملت كرسي واحد وبعدين كررته 4 مرات واجي اغير في واحد فيهم هيتغيروا كلهم. نيجي نشوف يلا نشوف دلوقتي. مثلا ده بالنسبه لي ترابيزه، دوست على كليك يمين ورحت عامل ميك جروب. حلو. جيت مثلا هنا رحت مثلا قبل ما اي حاجه مثلا دخلت، عشان اخرج بس بره لحظه كده الاول عشان ادخل الميك جروب بتاعتي. شوف اول ما تدوس عليها بتتحدد، ادوس عليها كليك مرتين عشان ادخل اخش جواها. هتلاقي كل بره بقى هيلف لاين، تحسه انه مش شفاف مش باين، اما الجزء بتاعي اللي اقدر بس العب فيه. يعني ما اقدرش اجي هنا وامسك في ديت الا كده، انا كده خرجت من الميك جروب بتاعي. اجي مثلا هنا وراكم عملت كده. اوكي، اجي خدت ده عملته مثلا هنا، مسكت واحد وجيت اغير فيه الباقي ما اتغيرش. تخيل انت معاك 100 ترابيزه، هتفضل تغير ال 100 ترابيزه بتوعك؟ لا. طب انا اعمل ايه بالنسبه لي؟ انا حاسس ان الموضوع بقى صعب بالنسبه لي. ايوه بالظبط كده، الموضوع كده بقى صعب. طب ايه الحل معايا؟ الحل ان انا اروح الترابيزه اهيت يا باشا، ادوس كليك مرتين واعمل لي ميك كومبوننت، هقول له سميها لي ترابيزه تيبل، ادوس انتر، اخش جوه الترابيزه، كبرت الترابيزه. جيت مثلا خدت الترابيزه ديت كذا مره، حلو. جيت الترابيزه ديت فيما بعد عايز اعمل لها كراسي، هروح داخل جوه وناشئ شويه كراسي فيها. شايفين اللي حصل في الباقي؟ اتعملوا في الباقي. جه فيما بعد لقيت الترابيزه مش عاجباني، عايز اكسرها اهو، او مثلا العب فيها شويه اهو، وده كان ينزل شويه لتحت اهو، ده غير في كله. اهو بص اتغير في كله، جيت على دوس تاني كليك مرتين، دوست بيه صغرت ده شويه اهو، وده كده حاجه صغيره، وده كده كبرته. عرفت الفرق بين ميك جروب وميك كومبوننت؟ ان انا مثلا ميك جروب الحاجه بخليها جروب على بعضها ولكن ما بيتغيرش فيها، الميك كومبوننت العكس. لذلك ممكن العربيه اللي احنا عملنا لها امبورت ونيجي ناخدها دلوقتي ونحطها هنا، انا معرفش دي ميك جروب ولا ميك كومبوننت، ولكن ممكن نعرف دلوقتي. انا اجيب منها كوبي اهيت، ادوس عليها جوه، اخش عليها مرتين اهوت، ده هو عامل ميك جروب في ميك جروب في ميك جروب. امسك دي كده، ممكن اروح داخل على الماتيريال وهات لي مثلا ازاز جلاس، وهات لي مثلا ديت، ودوست هنا، لا ده عامل لها ميك كومبوننت كلها، الازاز اتغير معايا كله. هنخلي مثلا العربية مات اللي هي مثلا معين ده، طبعا ادوس على العربية ذات نفسها، اتغير في كله. لا يبقى الراجل ده عامل العربية ميك كومبوننت. عايز بالظبط بقى كده الغي الميك كومبوننت دي، اللي هي تتفكك تبقى كل حاجة لوحدها، ادوس كليك يمين واعمل حاجة اسمها اكسبلود، بقى دي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها، ملهاش أي علاقة بدول. شوف بس ده، ما اجي اغير ده دول اللي هيتغيروا الثلاثه دول، لان دي اتفككت لوحدها. اوكي امسح بس دول،
طب لو دلوقتي عندي ترابيزات كتير اهيت، بس في ترابيزه معينه لوحدها عايز اغير فيها بعيد عن التانيين، بس من غير ما يبوظ الميك كومبوننت بتاعها، ادوس عليها واعمل حاجه اسمها ميك، اقول له خليها لي لوحدها، هي ميك لوحدها ولكن بغير فيها لوحدها، بس زي ما هي لسه ميك، ما اتفككتش بعديك وباظت. اوكي. طبعا انا عندي مثلا لو انا راسم مشروعين، يعني مثلا دلوقتي مثلا معايا الترابيزه ديت والترابيزه دي، لو مثلا مسكت الترابيزه ديت ودخلتها مثلا في دي كده اهو، لو بصيت للفرق ده بتاع الصوره ده هتعرف ان مثلا تحس ان في عربيتين داخلين في بعض، تحس ان ده شكل لوحده وده شكل لوحده، شايفين كده؟ فاحدد الاثنين مع بعض، سيرفيس وسيرفيس، واعمل حاجه هنا اسمها ويكي 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 ويكي. هنا في راحت فين اهي؟ لا، مش فيلم. انترست فيسز ويز موديل. بص هتحس ان ده لوحده اهو، بص بقى شكله عامل ازاي، قطع كانه، بص كانه مقطوع اصلا، كانه تحس ده شكل لوحده وده بقى شكل لوحده، مستطيل بيت لوحده اهوت على بعضه. ممكن ارجع واحده واختار الاثنين دول على بعض واعمل سوليد، اقول له دخلهم لي ببعضهم، سيب لي الفرق، يعني دخل الاثنين في بعض وساب لي الفرق اللي في النص ما بينهم، اللي هو المستطيل الصغير في النص ما بينهم، او حدد الاثنين واعمل حاجه اسمها سوليد تول، وخلاص دول كده اندمجوا مع بعض. اوكي، يعني رجعت اهو كده اندمجوا مع بعض، ارجع واحده كنترول تاني وامسك دول واعمل سوليد تاني سبتراكت. اوكي، شال الجزء الاولاني معايا ثابت، الجزء التاني شال منه الحته المستطيله اللي هي داخله فيه، او حدد دول واعمل لهم اوت تاني تريم، طبعا قفل اللي هو بالظبط اللي انا عملت انترست. طبعا في حاجه تانية عندي، اعمل اوت شيل اللي هو بالظبط كده، ده كده اوت شيل بالنسبه لي، اللي هو برضه لزق الاثنين في بعض وخلاهم كجزء واحد. تمام، كده احنا عرفنا بميك جروب وعرفنا الكلام ده كله. حاجه بسيطه معايا نعرفها دلوقتي، ايه هي؟ اكسبلود مثلا اهيت. اوكي، اللي انا اعمل دلوقتي حوار الفلومي. الفلومي هي اداه اقدر من خلالها اعمل كورنيشن. ازاي؟ مثلا دلوقتي مثلا انا معايا مستطيل اهو. اوكي، قبل المستطيل نعمل خط، نجرب في خط، ادي معايا خط اهو ومعايا شكل كورنيشه معينه عايز اعملها. طب الكورنيشه شكلها عامل ازاي؟ ممكن اظبط الكاميرا بتاعتي، اظبطها ازاي؟ اول حاجه امسح بس الاشكال ديت، مش عايز حاجه منها، اظبط مثلا الشكل كالتالي مثلا على الفولد كده. اوكي، ادخل على الكاميرا واخليها بولر اهي، بحيث كان انا بص واخد شكل بالظبط، واعمل كده ده شكل الكورنيش بتاعتي، اظبط الكاميرا بتاعتي لان بص شكلها بقى عامل ازاي، كاميرا امسك دي كده اعمل لها ميك جروب. يبقى اول حاجه بحدد الكورنيشه بتاعتي، الشكل اللي هو هيلف على هيلف، يبقى ميك جروب. حلو، اول حاجه احطه على النقطه اللي انا عايز اعملها، حلو، واعمله روتيت على المسار ذات نفسه 90 درجه واخرج من بره كده، بقى معايا الشكل الكورنيشن من جروب ومعايا الخط. الخط اعمل فيه ايه؟ اعمله كنترول سي كات، او كنترول قصدي اكس كات، او اعمل من ايديت اعمل كات. حلو حلو، وادخل جوه هنا على الكورنيش ادوس مرتين كليك يمين مرتين، يا اما اعمل لو عملت بسط ممكن الخط معايا يروح في اي 60 داهيه مش عارف احطه على النقطه ديت، فاعمل ايه؟ اعمل بيست اند بليس عشان يتحط في مكانه الاصلي، واعمل دوس امسك اداه الفولو مي وادوس كليك يوم حته واحده، عمل لي الكورنيش اهيت، شايفين الشكل بتاعي؟ كنت اعمل لها ميك جروب وكنترول اكس، نمسك اهيت، حلو، كنترول في احطها على النقطه ديت اهيت، تمام شايفين اهيت، امسك الشكل ده كله اهو واعمل ايديت كات، ادخل على الكورنيشه بتاعتي اعمل بيست اند بليس ان بليس، اعمل اداه الفولو مي وادوس حته واحده عملها لي اهيت.
دي كانت أداة الفلومي. أقدر برضو في نفس الكلام يعني أقولها لك عاملة إزاي، هي رخمة شوية بس ممكن نتكلم فيها. حلو، مثلا ممكن أرسم دايرة أهي، نخلي الدايرة دي على 100 سايد. أوكي، ميك جروب، حلو. ولكن اظبطها مثلا شويه، امسك روتيت، بص انا مش عارف اظبطها كويس اوي بس لكن ممكن اظبط حاجه بسيطه يعني. حلو حلو، ولكن من هنا مثلا كده امسك الخط ده اعمله كنترول اكس او كات، وادخل عليه مرتين، اعمل كنترول بيست ان بليس، واروح عامل اداه الفولو مي ودوس تكه واحده. تمام تمام ده كده كان كل حاجة في قلب السكتش اب. السكتش اب برنامج جميل سهل بسيط في كل ادواته، ما فيهوش اي مشكلة في اي حاجة بالظبط. اوكي اوكي نقفل ده كله بقى كده، نيجي نعمل تطبيق بسيط كده صغير كده. حلو، نيو، امسح له كل حاجة. حلو حلو، ممكن اعمل فايل امبورت وادخل اي ملف مثلا كاد، ولكن بس انا ما عنديش ملف كاد للاسف دلوقتي، يعني انا معيش ملف كاد. الفايل ده لا مش فايل اللي عمره ما هيعمل، وده بتاع برضو اخر حاجه للكليه 14 ميجا كتير فهبوظ معايا الشكل. برضو والله ده كله ضخم قوي مش صغير يعني، مشاريع كبيرة. اوكي فاهم خلاص بقى. بص احنا مش لازم اخد ملف كاد، هنشرح حاجة بسيطة. 20 سنتي ده بيت اهوت، 3 متر 20 مثلا. حلو حلو، عايز اعمل الباب بتاعي وليكن مثلا عملت باب اهوت، طبعا امسك الباب اهو من هنا مثلا نخليه 22 من هنا على بعد مثلا نص متر، ثم من هنا اقول له مثلا على بعد كمان باب 1 متر. حلو، من فوق هنا دي 1.20 متر، بعيدة من هنا مثلا حوالي 2 متر، ثم مثلا العرض بتاعه مثلا 2.20 متر. نعمل الرزلة ديت. اوكي ديليت، امسك ريكتانجل واعمل ده كده واعمل ده كده. عايز اعمل بقى الباب ده كده بحيث يتشال، لو انا مسحت الباب كده هلاقي عندي سيرفيس جوه، مسحته كمان الحق مسح لي الجزء كله اللي جوه، شايفين؟ او مسح له الحيطه اللي جوه اللي هي الداخليه اهي، شايفين بقى دي لوحدها اهي. طب اعمل ايه؟ عملت بوش، ارجع ورا لحد ما يقول لي حاجه اسمها ان اون فيس على السطح بالظبط، دوس عليها، بص شالها لي لوحده ما مسحليش حاجه من جوه اهو 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 اون فيس. ما تدخلش قوي كده، لو دخلت وبعدين جيت ممسح برضو بقت مصيبه كبيره. لا خليك ناصح بالراحه كده لحد ما يقول لك اون فيس. اعمل مثلا امبورت سكتش، ادخل على مثلا ابواب، باب دور، اجي مثلا باب زي ده كده احطه عنده اهوت، ادخل على السكيل، دوس حرف الاس، امسك من النص زي ما قلت لك وقربه بالحرف ده، وامسك من فوق واقربه لحد هنا بس كده. عايز اغير الحاجه بتاعته برضه مثلا ده كده، اعمل موف وادخله جوه شويه. طبعا جيت امسك مثلا عايز اظبط الماتيريالات وخليتها مثلا وود، وجيت دوست كده طبعا هيخلي الميك كله جروب كله وود. لا ادخل على الميك جروب بقى واظبط فيه، مثلا اقول له مثلا حط لي الباب ده يبقى الشكل ده، امسك دي دوس عليها كليك مرتين واقول لها خليها لي متل، بقت ممسوكه لوحدها. ارجع واحده امسك ده كده الشكل اهوت، دي مثلا خليها لي وود مثلا وود حاجه ثانيه،
تمام تمام ادخل تاني اعمل امبورت، حط لي شباك، شب ويندو ده هو مثلا. واو ده كبير قوي، يا الهول. امسك لحد هنا سكيل، صغره شويه برضه الحجم بتاعه لانه كبير قوي. روتيت من هنا، امسك اول حرف قبل ما امسكه بالكيبورد اهو، وسكيل والنص، واجيبه الاقرب نقطه هنا. واو على الجمال، يا لا والله جامد. طبعا اقفل دول كده مش عايزهم. حلو حلو. طبعا بقى يعني انت بقى عليك مثلا تحط بقى مثلا ماتيريال ارضيات بتاعتك، طايله مثلا اهيت، شوف اللي انت عايزه. احنا بس ندي تطبيق بسيط، ندي تطبيق بسيط. اوكي. عايز بقى مثلا تعمل مثلا اي حاجه عندك مثلا عايز تعملها، ممكن اروح جاي مثلا راسم اهو، ومن هنا مثلا اقول له 15 سنتي، امسح الشكل ده، عمل لي 15 سنتي اهوت، وارجع تاني. ممكن ادوس كليك مرتين واروح ماسك ده كده كومبوننت. اوكي اخش جواها ميك كومبوننت عشان بس كانت محطوطه على السيرفس، واخش عليها مثلا اديها مثلا اللون ده، وامسك ده اهو، وموف من هنا لحد هنا كده، واقول له على 10. تمام تمام اهو. في اي مشكله؟ والله ما في اي مشكله. اظبط مثلا شويه حاجات جوه براحتك اللي انت عايز تعمل ده. اخلص مثلا الحوار ده كله، اروح ماسك كده وعامل ميك كومبو ميك جروب. حلو. اجي اعمل السقف بقى من فوق مثلا هنا اهو، اروح ماسك السقف مطلعه فوق شويه. طبعا السقف اوفيس جوه اخر مره، مع اللي هو الحته اللي بره الكورنيشه. تمام تمام. امسك مثلا ده اعمل له هيد دلوقتي مش عايزه، عشان اعمل الكورنيشه. الكورنيشة يا جدع عاملة ازاي بقى؟ أول حاجة بس أمسك ده كده برضو ميك جروب، أمسح القرص ده، لأن مثلا ما أجي أحدد كله على بعضه هيحدد لأي خط متصل، فأمسح ده لوحده وأخلي ده كله ميك جروب. ثم أجي أعمل مثلا الشكل بتاعي الجميل، ممكن يعني إيه، ممكن هقول لك تعمل إيه دلوقتي. ممكن أجي أظبط الشكل بتاعي أهوت، شوف بس هيقف اهو، لا العكس تمام، خلالي لي مثلا هنا كده، لا خلالي لي ورا. اوكي واعمل الكاميرا بتاعتي اهو. تمام تمام. اجي بقى هنا مثلا، لا اخلي الارك، واخلي الارك بتاع 100. اظبط مثلا برضه اخر حته، ميك جروب. حلو. اظبط ارجع الكاميرا بتاعتي زي ما كانت، واعمل ده اكسبلود. اوكي اوكي. عايز طبعا الاربع خطوط دول ممكن اعمل لهم كنترول اكس اهوت. اوكي اخش على دي كده، اعمل بيست ان بليس، واعمل فولو مي. تمام يا باشا. اخرج وخلص من بره الجروب، اعمل انهيت خالص اول، وامسك ده كده وانزله للمكان بتاعي. اوكي اوكي
ممكن مثلا ادخل اعمل مثلا اهوت وليكن مثلا بقى طبعا يعني غير التطبيق بتاعتي، ممكن اهو دي بقى الاوضه بتاعتي، ممكن ادوس على دي كده لحد مثلا هنا كده. حلو حلو، بس كده ده الشكل بتاعي. ممكن عشان بس الرخامة بتاعتي ممكن اعد اول حاجة سين مثلا معين ويندو من هنا واعمل سين واخد سين معينة، ده السين بتاعي اتعمل معينة. اوكي، طب ما اجي ارجع ورا سنة 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 احس ان الشكل بقى رخم معايا او ان الشكل بيخرج، فاعمل زوم هلاقي عندي بيقول لي 35 درجه. 35 درجه مثلا دي درجه العدسه بتاعته، ممكن اقول له مثلا ايه، خلالي 50، شايفين، خلالي مثلا 70، حاول ما تزيدش عن 70 وانت بتعمل بس الشكل بتاعك. اوكي، عشان تعرف بس تحط اللي انت عايزه والكلام ده كله، وليكن ده بقى حاجه بسيطه مثلا هي تقدر انك تعملها مشروع بسيط صغير. اوكي، طبعا مش قصدي ان ده حاجه بسيطه، انت برضو ممكن تعمل حاجات كتير، احنا بس بندي فكره بسيطه. طبعا انا عامل منزل مشاريع كتير جاهزه، قصدي مشاريع انا عاملها مودرنج كامل من اولها لحد اخرها، تقدر انك تجربها كده. يكون خلصنا حلقه النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.